أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس اللغة العربية للصف الثامن، وهو درس قراءة بعنوان الشعر الوجداني. نقرأ الدرس. الشعر الوجداني: عرف الشعر منذ القدم وهو إحدى الطرق التي يتم الاعتماد عليها بهدف تنظيم الكلام ونسقه، ولعب الشعر دورا كبيرا في وصف الأشياء، حيث إن الشعراء كانوا يضعون الأبيات الشعرية وينظمونها ليحققوا الهدف المرجو منها. وكان الشعر يستخدم لأغراض مختلفة، فقد استخدم للمدح والهجاء خاصة مع الملوك والوزراء، كما أنه استخدم في الذم وتقبيح الصفات، بالإضافة إلى ما سبق فقد تم الاعتماد عليه لوصف المشاعر كمشاعر الأشواق والمحبة التي يكنها الشاعر لحبيبته أو زوجته وغير ذلك من الأغراض الشعرية. والشعر يقسم إلى عدة أقسام بالاعتماد على خصائصه، حيث إن كل قسم منها يتميز بصفات تجعله فريداً عن الأنواع الأخرى. وأنواع الشعر هي الشعر الوجداني، والشعر الملحمي، والشعر المسرحي أي التمثيلي، والشعر التعليمي. أما الشعر الوجداني فقد عرف بالعديد من الأسماء، والتي من أبرزها الشعر الغنائي. يعرف الشعر الوجداني بأنه ذلك الشعر المستخدم للتعبير عن العواطف والمشاعر الخاصة والصادقة منها، حيث يستخدم للتعبير عن مشاعر الفرح أو مشاعر الحزن أو مشاعر الحب أو مشاعر الكراهية. ظهر هذا النوع من الشعر منذ القدم، حيث يعتبر من أوائل أنواع الشعر العربي، وينقسم بحد ذاته إلى ثلاثة أقسام، ألا وهي: شعر الترنيمة، ويختص بالمدح والثناء والحمد، وقد كان معظمه يكتب بقصد تمجيد الأشخاص ومدحهم. المرثية، فقد كان يختص بوصف الأشخاص العزيزين الذين ماتوا وذكر محاسنهم وصفاتهم. أما النوع الثالث، ذلك المستخدم بقصد الفخر والهجاء والحكمة والزهد. يلاحظ في الأبيات التي يضمها هذا النوع من الشعر أنها لا تصف نوعاً واحداً من المشاعر، وإنما تصف مشاعر مختلفة بما في ذلك تقلبات المشاعر المختلفة التي يمر بها الشعر، وإن دل ذلك فإنه يدل على صدق هذه المشاعر. اشتهر هذا الشعر منذ العصر الجاهلي، ومن أبرز الشعراء الوجدانيين في ذلك العصر عدي بن ربيعة التغلبي، وقد برز هذا الشعر أيضاً في العصر الإسلامي، ومن أبرز شعراء هذا العصر في تلك الفترة حطان بن المعلى، كما في قوله وهو يشكو الدهر الذي أنزله إلى الحضيض بعد عز: أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي. أما في العصر الحديث فقد تجلى هذا النوع من الشعر في قصائد الشاعر أحمد شوقي وبدر شاكر السياب وإيليا أبو ماضي. والآن أعزائي الطلبة، بعد أن قرأنا الدرس نتكلم قليلاً عن بعض ما ورد فيه. الشعر الوجداني هو أحد أنواع الشعر العربي، ويختص هذا الشعر بالحديث عن المشاعر الصادقة والخاصة بالإنسان، لذلك يقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر الترنيمة الذي يختص كما رأينا بالمدح والثناء على الأشخاص، وشعر المرثية وهو الشعر الذي يذكره الإنسان في ذكر محاسن الموتى الذين فقدهم. أما النوع الثالث فهو ذاك المستخدم بقصد الفخر والهجاء إلى غيرها من الأغراض المشابهة. وفي عصرنا الحديث برز عدة شعراء في هذا النوع من الشعر، ومن أشهرهم الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء وإيليا أبو ماضي. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى حل بعض التدريبات والتطبيقات المتعلقة بهذا الدرس. أولاً، المعنى اللفظي والدلالي. السؤال الأول: هات مستعيناً بالمعجم من الجذر اللغوي رجو كلمات تدل. أولاً، ارتقاب شيء محبوب.
نريد أن نأتي من الجذر اللغوي رجو بكلمة تدل على ارتقاب شيء محبوب، وهو الرجاء. كلمة رجاء تدل على ارتقاب شيء محبوب للنفس. ثانيا، صبغ أحمر يتخذ من بعض الصدف. هناك نوع من الصبغ الأحمر يتخذ من الأصداف البحرية، واسمه في اللغة العربية مشتق من الجذر اللغوي رجوة، هو الأرجوان. السؤال الثاني، بين معنى الكلمة الملونة فيما يأتي. يتميز بصفات تجعله فريدا عن الأنواع الأخرى. ما معنى كلمة فريدا في هذه الجملة؟ يتميز بصفات تجعله فريدا عن الأنواع الأخرى. باستطاعتنا أن نقول يتميز بصفات تجعله مختلفا عن الأنواع الأخرى. ثانيا، تم الاعتماد عليه لوصف المشاعر كمشاعر الأشواق والمحبة التي يكنها الشاعر. تم الاعتماد عليه لوصف المشاعر كمشاعر الأشواق والمحبة التي نريد هنا كلمة بمعنى كلمة يكنها. هنا نقول التي يخفيها الشاعر. يخفي الشاعر أشواقه. ننتقل إلى قسم التدريبات اللغوية. أعزائي الطلبة، هات مفرد محاسنهم. كلمة محاسنهم هي كلمة مجموعة، جمع. نريد المفرد لهذه الكلمة. فإذا قلنا محاسن الشخص، عدة محاسن موجودة فيه، نريد المفرد من محاسن هذا الشخص، فنقول حسن أو حسنة، حسنة هذا الشخص. ثانيا، جمع العصر. العصر هي كلمة مفردة ونريد الجمع منها، نجمعها جمع تكسير فنقول عصور. عصور هي جمع لكلمة العصر. ضع اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل ترك. الفعل ترك هو فعل ثلاثي، نأتي باسم الفاعل منه على وزن فاعل، ترك تارك. إذن اسم الفاعل من الفعل ترك هو تارك. أما اسم المفعول من الفعل الثلاثي فنأتي به على وزن مفعول، فنقول من الفعل ترك متروك. اسم المفعول من الفعل ترك متروك. وإلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.